أهلا بكم. هل هو توزيع أدوار أم إحساس بالخطر من المؤسسة المهيمنة على صناعة القرار في مصر؟ الحكومة تقسو والجيش يحنو، فبعد الارتفاع في الأسعار نتيجة خفض الدعم من جانب حكومة محلب، قرر أحد أعضاء حكومة محلب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن يتدخل الجيش لمواجهة الغلاء، فأصدر أوامره لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير العديد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية بعد إضراب سائقي الميكروباص، كما طرح سلعا مدعمة لمواجهة موجة الغلاء. فهل يفتح الجيش مستشفياته أيضا ومراكزه العلاجية للفقراء الذين سترفع عنهم الدولة التأمين الصحي؟ وهل يفتح لهم المدارس لأن الدولة عاجزة عن توفير نفقة التعليم؟ وهل يوفر للشباب العاطلين الوظائف لأن الدولة توقفت عن تشغيلهم؟ والسؤال الأهم، إذا كان الجيش قد قام بالانقلاب لحماية بعض المصالح الاقتصادية، فهل يمكن أن يضحي بهذه المصالح لإنقاذ الانقلاب؟ مقطع مصور أذيع على عدد من القنوات الفضائية، رئيس الوزراء يتفقد موقف عبد المنعم رياض وسط القاهرة ويلقن السائقين والركاب أهمية رفع أسعار الوقود والأجرة، والركاب يكتفون بالترديد وراءه. يعني ينفع ناخد فلوسنا ونتداين عشان نشتري بنزين ولا نقسم العملية على بعض؟ نقسم العملية على بعض مشكله تمشي عشان الواد يتعلم كويس. بس يتواجد يا ريس، مش لاقيه البنزين. هنشوف دي سهله ان شاء الله. هذه الصورة الوردية المتكامل أطرافها من السائق والراكب والحكومة تندر إلا في تجمعات أمام كاميرات المسؤولين، أما باقي الصورة فتتكلم عن ذاتها. عرفني الموظف اللي زي اللي جيب منين مصيبة؟ معينة في النظام؟ ادفع 3.5 هنا و2.5 هنا، عمال ما اجيب البيت اصرف 20 زي كده. يبقى الواحد فينا يقطع بقى اللي قدام منه يقطعه وياخد اللي في جيبه. والله هيحصل. والله الثورة اللي جاية ما تخلي حد. من أجل هذا وغيره وفي استجابة سريعة من الجيش تخفيفا من معاناة المواطنين، فإن القوات المسلحة قررت الدفع بحافلاتها لمحاربة غلاء الأجرة. ليس هذا فحسب، بل قررت لاحقا طرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبكميات وفيرة بحسب البيان. وتطايرت الأخبار هنا وهناك عن خطوط سير حافلات الجيش تارة وعن دوره كمؤسسة تصلح ما أفسدته المؤسسة التي يرأسها قائد الجيش السابق، وسط تسجيلات مصورة عن فرحة المواطن الستيني وشماتة المواطنة الخمسينية في سائق الأتوبيسات الذين لا يجدون ركابا لأن الجميع ذهب إلى أتوبيسات الجيش شبه المجانية. الأمر الذي طرح استفسارات جديدة قديمة عن دور الجيش وجدوى تدخله، وحتى متى ستظل هذه الأتوبيسات والأكشاك تعرض وتبيع وتوصل المواطنين، وعندما ستغلق هذه الخدمة وسط غلاء وندرة الوقود والسلع الغذائية، فماذا سيفعل المواطن وحده حينها أمام الأشباح التي كانت أوهاما قبل أن تنقلب واقعا وقبل أن يصبح الوهم حقيقة؟ ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز، أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بحسام فودة عضو مكتب تنفيذي تنسيقية 36 يونيو وعضو جبهة الإنقاذ، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. كما أرحب بضيفي عبر سكايب من القاهرة اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، أهلا وسهلا دكتور عادل. وأبدأ بك الحقيقة دكتور عادل، إيه معنى أن كل ما يحصل احتجاج على سياسة الحكومة الجيش يتدخل وينزل بأوتوبيسات زي ما حصل في إضراب النقل العام قبل كده؟ النهاردة في إضراب لسواقين الميكروباص في الهرم وفيصل وفي أماكن أخرى، نزل الجيش بأوتوبيساته. في ارتفاع في الأسعار، نزل الجيش بسلع مدعمة. يعني ده ممكن الجيش يتحمله وتتحمله ميزانية الجيش إلى أي مدى يعني؟ لا يعني هذا يعيدنا إلى مشهد الستينات، لأن هذا المشهد مستمر ومتكرر منذ الستينات عندما تدخلت القوات المسلحة في كل الشأن العام، وشاهدناها أيضا في أتوبيسات النقل العام وفي منافذ التوزيع وما إلى ذلك. الصورة تتكرر. هي المشكلة الحقيقية وهو ما يعنيني حقيقة، إذا كنا نتحدث عن الأمن القومي المصري، القوات المسلحة بلا شك مؤسسة قوية قادرة لديها الإمكانيات الضخمة، المفروض أنها مخصصة لشؤون الدفاع. القوات المسلحة ليست سلعة يمكن توفيرها عندما نحتاج إليها.
يتصور احد العدو الاسرائيلي ليس عدوا غادرا فهو واهم. اذا احتجنا للقوات المسلحه في وقت الحاجه لن نجدها. ليس لدي مانع ان تكون هناك مؤسسه قادره على حل مشاكل الجماهير اذا كانت القوات المسلحه بامكانياتها الحاليه قادره على ذلك اقتصاديا ونقل عام ومنافذ توزيع سلع ومستشفيات ومدارس، فاهلا وسهلا. وعلينا ان نبحث كيف نخفي جيشا للدفاع عن الوطن عند الحاجه، عند الخطر الحقيقي، لتامين وحمايه الامن القومي الحقيقي لمصر الذي يتشدقون به كل يوم. ارجو ان تبقى معي دكتور عادل سليمان. اتوجه بنفس السؤال لضيفي في الاستوديو حسام فوده والكاتب الصحفي سليم عزوز. زي ما قال الدكتور عادل، مش دور الجيش ان هو ينزل يسوق اتوبيسات وينقل المواطنين، خصوصا ان احنا مش في حاله كارثه، مش في كوارث طبيعيه اللي هو بيتوقع فيها ان الجيوش تنزل تساعد الدوله. ده احنا في تخبط وسياسات حكوميه يمكن كان يمكن تجنبها. لا، أنا مختلف تماما على الكلام ده. لو رجعنا لعقيدة الجيش، أسس الدفاع الوطني في حاجتين: وقت الحرب ووقت السلم. وقت السلم في بنود محددة، الحفاظ على الاستعداد القتالي، الحفاظ على الكفاءة القتالية، المشاركة في رفع المستوى الاقتصادي، تأمين حدود مصر مع دول الجوار، التصدي لما يهدد الأمن القومي. فالنهاردة في الرقم ثلاثة مشاركة. أنا دلوقتي عندي سواء ميكروباص لأن في أسعار زايدة وشايف ان الحكومه غلطانه، فقرر ان هو ما يشغلش عربيته. احتجاج، ايه الخطر على الامن القومي من ان المواطن ده يحتاج؟ النهارده المحافظه وبعض المجالس المحليه المؤقته رفعت تسعيره الاجره، محافظه القاهره رفعت تسعيره الاجره، بعض المحافظات رفعت تسعيره الميكروباصات. انما عشان نتكلم بامانه وعشان ما نكذبش على الناس، في بعض الجشع في النهارده لما واحد يزود ربع جنيه، لا واحد يزود ممكن نص جنيه و2 جنيه و3 جنيه. فالنهارده الجشع ده لازم الدوله تقابله بمساعده. النهارده القوات المسلحه في حاله السلم ده دورها، في حاله الحرب هو حمايه حدود الدوله وحمايه الشرعيه الدستورية. فالنهارده السيسي حتى في كلامه قال لك انا في حاله حرب، يعني النهارده مش حتى في حاله سلم وبس، النهارده في ازمه واحيانا الانقلاب على الشرعيه الدستوريه. لا تاني عشان نتكلم بس على موضوع الانقلاب ده، خلاص ده ولا خلاص دي صفحه وانطوط. احنا النهارده بنتكلم على لسه عايشين لا لا لا, لا انا بقول لك يعني. لا لا ما اصل عوده مرسي دي من رابع المستحيلات زي ما بيقولوا. يبقى دلوقتي حتى لو وعدش مرسي ده لا ينفع انه في انقلاب عسكري حصل في مصر 3/7 وان ما نعيشه الان في مصر هو تداعيات انقلاب 3/7. ده راي حضرتك النهارده اي حكومه حتى وانا قلت الكلام ده الواقع مش راي حضرتك. بص حتى اي حكومه، حتى لو حكومه الحريه والعداله، وانا قلت الكلام ده، انا مع رفع الدعم على الطبقه الغنيه في مصر. قرار ما فيهوش عداله اجتماعيه، ولكن رفع الدعم التدريجي. وعلى فكره هشام انديل، طيب كل اللي انت قلته ده لا يصب في مهام الجيش في وقت السلم. لا انا قلت حركه وقت السلم ان هو ينزل، ان هو ينزل بس ان هو ينزل بسلع، ان هو ينزل بسلع، ان هو ينزل بسلع، ينزل بسلع علشان علشان اصوات الاحتجاج. الاحتجاج ده العقيده العسكريه اللي موجوده، الاحتجاج ده جزء اللي حالف ملوش علاقه بيها الجيش. لا مين قال الناس تحتاج الجيش ماله؟ مين قال لحضرتك ده؟ القسم اللي حلف عليه اي ضابط او اي عسكري او اي جندي جوه القوات المسلحه في وقت السلم المشاركه في رفع المستوى الاقتصادي والتصدي لما يهدد الامن القومي. ده القسم اللي حلف عليه اي ضابط او اي جندي جوه القوات المسلحه. فاحنا لازم نقول حاجه بجد موجوده داخل عقيدة القوات المسلحة. سليم عزوز، رفع المستوى الاقتصادي ده من عقيدة الجيش المصري. يعني ما يهدد الأمن القومي الذي تحدث عنه الأستاذ حسام، أنا أعتقد أن هذا مرتبط حقيقة يعني بوجود التحسيس، يعني التحسيس يهدد الأمن القومي المصري الآن، لأن كل هذه الكوارث التي تشهدها البلاد هي بسبب وجوده في السلطة، بسبب الانقلاب الذي قام به على الرئيس الشرعي، بسبب كسره للمسار الديمقراطي. أنت سيادتك بتقول دلوقتي أنه ما فيش كوارث طبيعية تستدعي نزول الجيش، لا، في كارثة طبيعية زيها زي السيول، زي البراكين، زي المصايب السوداء، مرتبطة بوجود هذا الرجل في السلطة الذي تبدى للجميع أنه ما عندوش أي شيء على الإطلاق يستطيع أن يقدمه. أنا يمكن أن يعني ننظر إلى تصنيف في الجيش. يبقى أنت إذن ترحب بنزول الجيش؟ لا أنا لا، بالأتوبيسات بتاعته وبالسلع المدعمة علشان مساعدة المواطنين. لا أنا لا أرحب بهذا، لتخفيف أثر العدوان اللي حضرتك بتتكلم عنه. احنا لابد أن ننظر المسألة من زاوية مهمة جدا. ما هو تصنيف الجيش على وجه التحديد حتى يقوم بهذا الدور؟ أنت هتنظر إلى الجيش باعتباره حزب سياسي، وهذا الحزب السياسي لديه مرشح، وهذا المرشح صار رئيسا، وهذا الرئيس صار فاشلا اسمه فتح السيسي، وبالتالي من الطبيعي جدا لهذا الحزب السياسي أن يساعد في عملية يعني سد هذه الثغرات التي أحدثها وجود هذا الرجل، وبالتالي يصبح نزوله هنا أمرا طبيعيا. الأحزاب السياسية نزلت قبل ذلك، المصريون الأحرار نزلوا وزعوا كراتين زيت وسكر زيهم زي حزب الحرية والعدالة، زيهم زي غيرهم. فبالتالي يمكن أن تقبل المسألة هنا في هذا الإطار. الإطار الآخر أنه الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة،
إذا مؤسسة من مؤسسات الدولة هذا يستدعي شيء مهم جدا للغاية، أنه يسري عليهم ويسري على كافة مؤسسات الدولة. البلد الآن في حالة تقشف، وبالتالي ما يفيض على ميزانية الجيش لا يجوز أبدا أنك تنزل الجيش عشان يعمل شعبية مثلا على سبيل المثال في الشارع، فينزل يبيع زيت وسكر ورز ولبن ومهلبية وحاجات بالشكل ده. المفروض أنه ما زاد على ميزانيته ينبغي أن يعود صحيح حسام الدولة. حسام فودي، إذا كان الجيش عنده الدولة هي التي تقوم تتولى هذا، إذا كان الجيش عنده فائض مالي، طب ليه ما يردوش لخزينة الدولة بدل ما ينزل يبيع بيض وسكر وحاجات زي كده؟ شفنا تبرع من الفريق أول صبحي صدقي ليه، مش عايزين تبرع احنا، بس دي احنا مش هو يعني يتبرع هو دولة بتجاوب على سؤال، حضرتك بتجاوب على سؤال انا ما سألتوش. انا سؤالي اذا كان الجيش عنده فائض لماذا لا يرد الى ميزانية الدولة بدل ان ينزل؟ لان هو لو رد لميزانية الدولة، الدولة ما كانتش رفعت الاسعار بهذا الشكل. لا لا، هقول لحضرتك حاجه اكتر من كده. انا بطالب من المكان ده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومه برفع الدعم على ضباط الجيش وعلى القضاء في موضوع النقل العام او القطره. النهارده ما ينفعش يبقى في نص تذكره لمستشار او قاضي او ضابط في الجيش، عشان نتكلم بمنتهى الصراحه، فالدعم ده يتشال حتى على الطبقات دي، لان هو برده مرتبهم كويس. ولكن النهارده في نبره انا مستغربها موجوده، ويعني مش قادر اصدقها. هو الجيش ده في دوله ثانيه؟ هو الجيش ده مش رافع نفس العام المصري؟ على فكره جيشنا رقم 13 في العالم، يعني في قبليه امريكا وروسيا واسرائيل، وفي دول تانية النهارده عربيه يعني الجيش المصري ده بالنسبه لها حمايه. يعني لما نلاقي السعوديه رقم 25، سوريا رقم 26، الامارات 42، الكويت 74، قطر 82. فالجيش المصري ده موجود النهارده في الصداره. ليه بنهاجم في الجيش المصري؟ ليه بنقول الجيش المصري ليه شعبيه؟ طبعا لازم يكون ليه شعبيه. هو النهارده ده جيش اسرائيلي ولا جيش خارج الشعب المصري؟ لا، هو ما حدش بيقول ان هو خارج. طيب امال ايه؟ ما حدش قال اصلا. لا يعني في هذا البرنامج، علشان بس ما حدش يفهم غلط، في هذا البرنامج ما حدش قال كده. اللي احنا بنناقشه ليه الجيش يوزع زيت وسكر في حين ان هو دوره هو الدفاع. ما انا قلت لحضرتك ده، وده اللي قاله الدكتور لا دوره لا في دوره لا في وقت السلم ولا لا 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 حضرتك راجع عقيده القوات المسلحه. لا غير اللي هو عادل سليمان، هل عقيده القوات المسلحه فيها وقت السلم، فيها وقت السلم، فيها رفع المستوى الاقتصادي زي ما بيقول حسام فوده؟ وهل ان هو ينزل باوتوبيسات وينزل بسلع مدعمه ده معناها رفع المستوى الاقتصادي، ولا المفروض ان هو يتخلى عن امبراطوريته الاقتصاديه حتى يقوى الاقتصاد المصري ويصبح اقتصادا حرا في منافسه شريفه بدون اي امتيازات؟ لانه الجيش دوره في الاقتصاد بيقدم خدمات لكن لا يدفع لا ضرائب ولا 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 بيدفع تامينات للناس اللي بيشتغلوا معاه. يعني الحقيقه يعني اقدر كثيرا كل الاخوه المواطنين، لان الجيش والثقافه العسكريه مسكوته على مدى اكثر من 60 سنه، واصبحنا نتحدث عن الجيش كمان نتحدث على الكوره، ونتكلم عن المدرب وما كيف ينظم فريقه في اللعب، وكل مواطن مصري يتحدث في كره القدم، لكن من غير مقبول ان نتحدث عن القوات المسلحه هكذا ونحن لا نفهم حتى مفهوم الكفاءه العسكريه والقدره القتاليه. لا يوجد شيء اسمه الجيش وقت السلم يشتغل في الاتوبيسات ويبيع سلع غذائيه، واذا حرب فجاه ياخذ الجويه من الدولاب ويطلع يحارب. مفيش جيوش كده في الدنيا، هذه مفاهيم مغلوطه. القوات المسلحه كيان مستهلك في التدريب ورفع كفاءته القتاليه بصفه مستمره. هناك شيء اسمه ثوره في الشؤون العسكريه، العالم يتقدم في هذا. هذه مائحه ثقافيه لا يصلح ان نتحدث عنها كما نتحدث عن المقاهي عن كره القدم، ونقول ان الجيش وقت السلم يشغل اتوبيسات، واذا جاء الحق يسحب البدايه من تحت السرير ويطلع يحارب. اي حرب هذه واي جيش واي امن يا سيدي، نرجو ان يتحدث كل فيما يفهمه. لا يوجد شيء اسمه عقيده هي الحفاظ على الاقتصاد وتسيير الاتوبيسات، هذا لا يوجد في اي جيش في الدنيا وفي العالم. أرجو أن تبقى معي دكتور اللواء عادل سليمان. نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل يرحبون أم يتحفظون على مساعدة الجيش لمصر في مواجهة الغلاء؟ تفضل يا أستاذ. آراء متباينة حول هذا الموضوع، ونبدأ بالاستعراض من محمد المحمدي يقول: لكي يظهروا أمام السطحيين من الشعب أنهم القادرين على حل الأزمات، ولكنهم العكس، هم من صنعوا الأزمات. هكذا يرى محمد محمدي. أحمد علي يقول في تدوينة: لما الجيش يسير أتوبيسات لنقل الركاب عظيم، طب وبيوت سائقي الميكروباص وأصحاب السيارات يكلوا زلط حكومة
خراب البيوت العمرة، هكذا وصف أحمد علي ما يحدث. أما أشتاق الوطن هكذا أو صاحب هذا الحساب يقول هم سايبين الحدود لإسرائيل وبيأمنوا البلد من الشعب الإرهابي غردت في جهة أخرى. أحمد علي يقول إضرابات السائقين تتم لأنهم مش عارفين يأكلوا عيش بعد الزيادات الجنونية في الأسعار، ولما يتدخل الجيش يتدخل عشان يثبت زيادة الأسعار. واضح أن الجيش بيحارب الشعب المصري، ليه مش عارف. نذهب لتدوينة سريعة على تويتر. محمد أبو حامد يقول الجيش المصري العظيم بيساعد في ضبط أسعار السوق والخدمات بعمل أسواق موازية وبأسعار مناسبة وأتوبيسات لنقل المواطنين، الجيش في ظهر الشعب بيساعد. وكانت هذه تدوينة رصدناها لمحمد أبو حامد. إليك. أشكرك جديد. شكرا جزيلا عمر فياض. في جشع من التجار واضح، يعني ممكن ما يبقاش في سبب للزيادة بس الناس بتزود الأسعار، والجيش شايف ان هو لازم يتدخل زي ما قال محمد ابو حامد كده. يعني هو بس في سؤال مهم جدا للغايه، يعني ايه هو جشع التجار ده؟ جاء فجاه؟ يعني جشع التجار لم ياتي فجاه، جاء هذا الجشع بعد رفع الدعم عن الوقود، جاء هذا الجشع بعد ان اثبت انهيار اقتصادي. هذا الانهيار الاقتصادي ورفع الدعم عن الوقود هو الذي ادى حقيقه الى عمليه ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار جاء نتيجه انك انت لديك رئيس اساسا لا يستطيع ان يواجه مشكلات البلاد بشكل طبيعي، فقرر اللجوء الى الاستعانه بالقوه الامنيه في مواجهه الفقراء. وبالتالي احنا بنقعد يعني نحكي كلها حلول مسكنه، يعني احنا بنقعد نحكي كلام ليس طبيعيا عندما نقول ان عقيده الجيش كيت وكيت وكيت وكيت. طيب. كما لو كان هذا منصوصا عليه في الدستور او منصوصا عليه في القوانين، ولا ندري حقيقه يعني هو اين ياتي هؤلاء القوم. يعني واحد عنده مرض عضال بتدي له مسكن، هو اللي بيعمله الجيش ده مسكن، هل ده هيحل المشكله؟ لا طبعا، ما حدش قال ان ده هيحل المشكله. وتاني قلت لحضرتك انا واحد من الناس مع رفع الدعم بشكل تدريجي، القرار للاسف الشديد ما كانش فيه عداله اجتماعيه، ما اتطبقش على الغني قبل الفقير. النهارده خطاب السيسي اتاخر، كان المفروض الخطاب ده كان يكون موجود. طب ليه الجيش ما قالش للسيسي طبق على الغني قبل الفقير؟ لا ما هو الجيش مش دوره ده، يطبق على الجيش الاول. انا احنا ده دور بقى دور السياسيين ان هو يقولوا له كده. في بس نقطه مهمه لازم نستريح، يعني نقول ان وزاره التموين دعمت اكتر من 24000 بقال تبع الوزاره بسلاجات للحوم والدواجن. كيلو اللحمه ب 40 جنيه والدواجن ب 15 جنيه. شكرا، هبقى نتصل بالبقالين بقى ونعرف الحكايه. يا ريت الناس تنزل تاكل. اشكرك شكرا جزيلا حسام فوده، واشكر الكاتب صحفي سليم عزوز واللواء عادل سليمان. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. إسرائيل تصاعد عدوانها على غزة وتتوعد بالمزيد، فهل غيبت الخصومة بين سلطة الانقلاب وحركة حماس دور مصر في وقف العدوان؟ وهل يقف الغاز الإسرائيلي عقبة في طريق الدعم المصري للقطاع؟